منذ عام 2014 وحتى الآن على مدار 3 أعوام نظامين أو أسلوبين. الأول يمتد إلى تقديم القاعات الخاصة اللي يعتبر واحد من أسهل الأصول اللي كانت موجودة عندنا في العصر الإسلامي، وعلى الرغم أنه كان عصر حربي وكان فيه إصرارات على أيضا كان زي سلبيه المصحف الشريف بعضها مصر بعضها حج كان حج صغير بعض المناظر حتى لا شمال، وفي نفس الوقت المشكلات الرائعة اللي بيعتبر المتحف الإسلامي أكبر متحف في العالم بيحتوي على هذه المشكلات. وقد شملت عملية التطوير تهيئة القاعات وفقا للتسلسل الزمني التي انحدرت منها التحف والآثار والمقتنيات الإسلامية بدءا من الخلافة الراشدة والعصر الأموي والعصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني والنفوذ التركي في الخلافة العباسية ثم الخلافة العثمانية وآثار ومقتنيات وتحف الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية والدولة الطولونية بقيادة أحمد ابن طولون والدولة الإخشيدية بقيادة محمد ابن طفدع الإخشيدي ومرورا بعصر الدويلات والأندلس ومصر وشمال إفريقيا. في عملية التطوير تم ترتيب القاعات وفقا للتسلسل الزمني. أيضا شملت عملية التطوير مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إدخال أحدث نظم الإضاءة والتأمين والإنذار، كما شملت عملية التطوير أيضا إدخال أحدث الفتارين التي تستخدم لعرض المقتنيات. في متحف الفن الإسلامي أيضا السيدات والسادة مكتبة في الدور الثاني، مكتبة ضخمة جدا تضم ما يقرب من 13,000 كتاب موزعة على جميع الحقب الزمنية. كما تم إعداد حديقة المتحف بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه، فضلا عن تهيئة المنطقة المحيطة بحرم المتحف بما يترافق ويتوافق مع تنشيط حملة علمية للتوعية بالآثار الإسلامية. وقد تم تزويد متحف الفن الإسلامي في عمليات التطوير بوسائل تأمين حديثة لحمايته من السرقة وتأثير العوامل المناخية وعوامل التعرية التي تحدث أثناء الصيف والشتاء. شملت أعمال التطوير أيضا إنشاء مدرسة متحفية للأطفال وأخرى للكبار وإنشاء مبنى إداري بجوار المتحف على قطعة أرض مساحتها 270 مترا. واستهدفت عملية التطوير الحفاظ على المبنى كقيمة تاريخية إضافة إلى ما يضمه من كنوز أثرية ومخطوطات علمية وقطع أثرية ولوحات تحكي التاريخ الإسلامي عبر حقبه التاريخية المتفاوتة. السيدات والسادة، مقتنيات متحف الفن الإسلامي